مين وصل للصفحة التانية يا ولاد؟ انا يا مس، انا قربت اخلص اصلا. سنة في انا يا مس الترتيب. وانا كمان يا مس. برافو شو سنة في عليك. الترتيب؟ انا في الترتيب يعني. طيب تمام، برافو عليكم ما شاء الله حبايبي. انا خلصت سؤال طيب حدد الاعداد التالية على خط الاعداد، وفاضل لي اوجد قيمة كل مما يلي. خلاص هبعت لحضرتك. تمام وانا كمان ماشي، يا مس برافو. هبعت لحضرتك على جروب واجبات رياضيات سادس انا خلصت، سادس بس ما عربي تثبتوا، 17. محدش يبعت حاجة غير لما اقول الساعة كذا، يعني ماشي عشان خلاص عشان هبعت اللي لولادي. هيبعت بعد بعد الوقت اللي انا هقول عليه، يبقى معلش كده غش من صحابه. صح، تمام ماشي. بقول لحضرتك انا خلصت وهراجع. تمام. يلا على فكرة معانا 6 دقايق بالظبط. مثلا السؤال رقم 24 بيقول لحد الأعداد 3 على خط الأعداد، يعني أعمل خط الأعداد لكله؟ ايوه أنا أعمل والله، خط انت أعداد لو واحد بس. هتعرف، لو هتعرف تعمل خط اعداد واحد بس وتظبطهم عليه ماشي، مش هتعرف خلاص كل رقم اعمل له خط اعداد. عمر وعمار دخلوا؟ ايوه بس احنا فين من زمان؟ ايه انتوا كنتوا فين بس امبارح؟ الحصة اللي فاتت قصدي. بس الحصة اللي المفروض يا فاتت بس انا كنت اصلا بجد؟ انه ده وقت طب ثانية القصة واحدة بس، فكرتها اسمع متأخرة في اسمع واحد الموبايل. واحد، ثواني ثواني ثانية واحدة كده، رد عليا يا عمر او يا عمار، يعني كنتوا فين الحصة اللي فاتت؟ ايه؟ الحصة اللي فاتت يا مس قعدنا كتير في النوت. الحصة اللي فاتت قعدنا كتير في زوم، فقلت يبقى الحصة متأجلة. حضرتك ما دخلتيش فقلت يبقى الحصة متأجلة. لا لا لا، بس بص بص، هو احنا انا معادي مش 11، انا معادي 12. انتوا كنتوا مستنييني 11 صح؟ لا لا لا، انا معادي 12، ثبتوا ان حصة الرياضة يوم الاثنين الساعة 12، ويوم الاربع 12، والحد 1، تمام. تمام؟ فهي ما كانتش متأجلة، احنا دخلنا 12 واشتغلنا. اوكي تمام. تمام، مين بقى اللي كان بيقول يا مس؟ بس ممكن تجيب الصحة التانية، ايه؟ ماشي ممكن تجيب الصحة التانية عشان أنا بقى أحلف على الموت. متتفقش معايا؟ هي الصفحة التانية اللي متشايرة قدامي كده. نعم اه بس هو انت حضرتك هتخلينا نبعت امتى؟ قدامنا مش 5 دقايق، 5 دقايق اللي ما خلصش يخلص بقى. يعني 12 12 12 و اسمها ايه؟ 12 و30؟ ونص. اه مش ماشي. ممكن اسأل حضرتك حاجة؟ ايه؟ ممكن اسأل حضرتك في حاجة؟ ايوه اتفضلي. اللي هو عشان انا حليتها بس مش فاهمة، يعني انا حليتها بس مش عارفة. يعني اللي هو سالب 5 ايه مجموعة اعداد نسبية اللي هي في الصفحة الاولى؟ هو احنا قايلين سالب هو 5 هقول عليها بتنتمي ولا لا تنتمي، ولا جزئية ولا ليست جزئية؟ مش هو في أما تنتمي او لا قلنا تنتمي. عنصر مع مجموعة بنشتغل تنتمي ولا لا تنتمي، ولا جزئية ولا ليست جزئية؟ ثابتة، عنصر عنصر مجموعة ومجموعة تنتمي أو تنتمي تنتمي. ولا تنتمي، مجموعة ومجموعة، جزئية وليست جزئية. بس مش عارف أقول أكتر من كده غير واحنا بنحل بقى تمام. دلوقتي. هيا يا مازن، وصلت لفين؟ أيوة مس. وصلت لفين؟ فين يا مس؟ اللي وانت بتختبر دلوقتي وصلت لفين؟ ما وصلتش لحتة يا مس، أنا لسه في السؤال، بس محلتش لسه، طب وليه ومش كل معايا ده ما الكتاب حلتش لسه؟ دلوقتي. مس وأنا ممكن أبعت طيب مش لحضرتك على معاكي الخاص؟ الكتاب، يا الحاجة مش متشيرة؟ يا مس ببعت بقى البي دي اف بقى. بصوا يا اولاد، انا رقمي عندكم على الجروب بتاع الواجبات، لو حد هيبعت خاص ابعته.
حالا احنا يلا. ماشي مثلا خلاص. بس السؤال رقم 21 مش فاهم، عاد فهمولي. ما 21 قلنا طب هو هنعمل انت خط لسه الأعداد بقى بالشكل هتخلص ده. الاختبار استنوا هتسأليني كده بس، أسئلة كل واحدة سؤال؟ مس سلمى، هو أنا عندي سؤال بس لحضرتك، معلش. أي حاجة اتفضل. هو أنا دلوقتي أبعت على الجروب ولا أبعت على العام؟ استني كده، يلا يا ولاد كلكم على الجروب. الجروب كله؟ اه طيب حاضر يا مس. بس يا مس أنا معيش التليفون، مامتي معاها التليفون، مامتي معاها التليفون اللي بحضر منه، بس أنا بحضر من على اللابتوب دلوقتي، ما مش عندناش أي هتعرف وسيلة تبعت من عليه؟ نتكلم عشان نعرف نبعت حاليا، لكن بعدين نقدر نبعت بعد الساعة 4:30 طيب نقدر. الساعة رقم 21 بيقول لي بين أي عددين صحيحين، مش الصفر ده والواحد دول أعداد صحيحة أيوة. صح؟ عارفين المسافة دي اه بتقول لي إن في أعداد كتير هنا، بس يعني احنا نبعت فين دلوقتي؟ ابعتوا على الخاص، تمام على الجروب يا ولاد. تمام تمام. بس معلش انا منشنت لحضرتك على تمام يا الورق مس، بتاعي، لانه هنخلص. في حق يعني في يعني بعض يعني بقيت الفصل بعد فمش تمام منشنت ماشي بقى. ماشي ماشي عادي اروح اجيب ميه، بسرعة. مش ممكن دي، انا فاضل لي بس اخر سؤال في الترتيب. بس طيب انا يلا. بعت على الجروب. طيب انا هشوفه. بس ممكن اروح اشرب ميه. بسرعة. دان وبيسان اللي بعته، ومين؟ وانا يونس همس. همس. بس ممكن ده فاضل آخر سؤال في الترتيب بس. ماشي. الباقي فين؟ دان وبيسان وهمس بس اللي بعته، الباقي فين؟ وسلمى بعتت، الباقي فين؟ فين محمد؟ محمد علي. وسيف بعت. فين محمد علي؟ بس انا بس احل بس اخر سؤال بتاعتي. انت بس محمد انا لسه. الصفحة عندي صور. ما قلنا صفحة 65 في الكتاب. بس انا بعت اهو، ما بتبعت اخر صفحة. تمام انا عارف. ماشي يا سلام. تمام. ها عمر وعمار خلصتوا؟ أيوة مثلا خلص أصلا. أيوة يا مثلا خلصين، بس زي ما قلت لحضرتك الرسائل أصلا في الجروب في موبايل مامتي، ومش عارفة أبعت دلوقتي بأي وسيلة عشان إحنا أصلا شابكين من الرابط. خلاص تمام. مش هو حضرتك بتدي لغاية صف كام؟ ايه حضرتك بتدي من صف كام لكام؟ انا شغاله الثانيه ثانوي. حضرتك بتدي أول سنة؟ حضرتك بتدي واحد اسمه عبد الرحمن؟ لا انا في الاكاديميه شغاله صف سادس بس وصف اوليه، لكن الشغل الثاني خاص بيا يعني. يلا بقى نبدا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم.
بس انا بعرف. بس تمام. يلا يا مس صباح، بنعلم مع حضرتك. اه طبعا، وانا برضو مس هعلم معلش الواد الكتاب ضايع هعلم مني، الاثنين. يا مس معلش الكتاب ضايع مني، مش هعرف ابعتلك الامتحان. طيب هو الكتاب ضايع، انا مشيره الصفحه، ما حلتش ليه في ورقه؟ مس هو من مس السؤال مين كام اللي للسؤال كام بيتكلم؟ يا مس؟ طب مين اللي بيتكلم بس؟ مازن. مازن. ليه مازن كده يا مازن؟ كتاب ضايع والله يا مس، كنت حاطه امبارح على المكتبة، ما اعرفش مين شاف. طيب يلا نبدأ. يلا يا سلمى مش ركز معانا يا مازن. انخفاض درجة الحرارة في إحدى المدن 9 درجات تحت الصفر يمثلها العدد سالب 9. تمام، طالما تمام انخفاض يبقى اخد السالب، صح؟ صح. طب ينفع اجاوب؟ ايوه طبعا هتجاوب. يلا يا ملا ملا. مين ما يلي يمثل عددا من الأعداد؟ العدد العد العدد الواحد. يعني يا ميزة، لما اجي اقول لك كده تعالى عدنا، فانت هتبدا تقول ايه؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، يبقى احنا بدانا من الواحد، يبقى اعداد العد ما فيهاش صفر، صح؟ صح يا مس. لما اقول لك اعداد عد تقول لي يا ميس يعني هنعد بعض، يبقى هنبدا من واحد، يبقى لا فيها صفر ولا فيها سالب، اصل انا مش هقول على نفسي انا سالب واحد وانت سالب اتنين وده سالب ميس تلاته. نعم. أنا ما حلتش اللي هي حدد الأعداد التالية على خط الأعداد، علشان أنا حليت على الشيل وأنا بره الكتاب مش معايا. ماشي ماشي. أبعت الامتحان. اه بعتي. ادي واحد، رقم ثلاثة. يلا يا دان. أيوة مع حضرتك. رقم ثلاثة يلا. سالب لسه خمسة ينفع من احل رقم أربعة بعديه دان؟ ماشي حاضر. لحظة واحدة. سالب سالب خمسة خمسة مجموعة الأعداد النسبية. حاضر. سالب خمسة ماشي. سالب خمسة تنتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية. تمام، واخترنا تنتمي ليه؟ لأن عدد ومجموعة هشتغل على تنتمي ولا تنتمي. طب هشتغل الجزئية والليس الجزئية دي إمتى؟ لما يكون عدد، لما يكون يا ربي مجموعة ومجموعة. تمام؟ الإجابة اللي أنا كنت متوقعة منها طلعت صح. وأنا حسن كمان يلا يلا يا كنت مازن، يلا يا متوقعة مازن رقم أربعة. المعكوس الجمع للعدد 5 سالب وخمسة سالب باء يا مس. سالب خمسة، استنى بس سالب ركز، خمسة باء. سالب خمسة وسالب خمسة جوه القيمة المطلقة، أنا هطلع السالب الخمسة من القيمة المطلقة دي تبقى كام الأول كلها؟ خمسة خمسة. خمسة والمعكوس الجمع لسالب خمسة بقى كام؟ خمسة طيب تقول لي بقى إزاي وهي جيم؟ ده خمسة وخمسة بقوا بيساووا بعض. اصلا في سؤال امبارح عليته استغربت فيه لقيته زي ده. هو بيقول لي معكوس جمع لسالب خمسة، فأنا هعكس السالب خمسة تبقى خمسة، لأن المعكوس الجمعي بغير الإشارة. طيب يا بس لما يكون بعد الخطين اللي يثبت ان ده معكوس جمعي يكون في علامة سالب. انت عارف اما يجي يقول لي المعكوس الجمعي للقيمة المطلقة لسالب خمسة لازم اطلعها الاول من القيمة المطلقة، فهقول عليها خمسة وبعدين اعكسها احط لها السالب. تمام. بس يا مس لو جالي جنب القيمة المطلقة سالب بره الخطين دول، يبقى انا هطلعها بسالب خمسة واجي اعكس اقول له بقيت بخمسة. تمام اوكي.
يلا يا بيسان. العدد النسبي الممثل على خط الأعداد المقابل هو إيه؟ إيه اللي بين الصفر والسالب واحد؟ 5 من 10. سالب 5 من 10. برافو عليكي. كده ربي إحنا مش خلصنا ممكن احل البديل. دي؟ انا أنت مسألة، مين؟ انا همس حضرتك قلت طب يلا يا همس. لازم. لحظة، اكبر الاعداد دولت هو سالب 2. برافو عليك، عشان ماشي، ممكن الصغير في تقولي لحضرتك السالب حاجة؟ هو الكبير. كده البنات خلصوا صح؟ ماشي، ممكن كده حضرتك احنا هو في سؤال 5 مالك اللي هو اللي جاوب قال سالب وخمسة من 10 صح؟ مع اني يا مس أنا في إجابتي في الأول قبل ما اللي هو أنا كنت حلها سالب اللي هو 0.5، بس أنا اللي هو في الأول قبل ما اللي هو واحنا بنحل دوست على سالب بوينت خمسة من غير قصد، فوجئت انصحها فلسه معلمة. تمام. انت تقصدي ان انت علمتي غلط يعني؟ لا انا قصدي ان انا في الاول علمت اللي هو بوينت اللي هو 0.5، بعديها مسحتها، وبعديها انا علمت اللي هو قبل ما ابعت لحضرتك علمت على سالب 0.5، فتلاقي الاتنين مش واضحين في الكاميرا. مش عارفة والله، مش عارفة. طيب ماشي، اما اشوفها ماشي. يلا يا مازن. يا الله، ان هي علمت على اجابه بعدين طلعت غلط فعلمت على واحده تانية. بس تمام. يلا يا بس مازن. معلش، هو انا عندي سؤال وحضرتك هتصححولنا يعني يعني بعد الحصه، يعني هتدينا درجات عليه؟ ايوه طبعا. طب انا عندي يلا سؤال، يا لو مازن. حضرتك بتحللي ايه؟ طيب عشان لو حد غلط في حاجة يعرف غلط في ايه والكلام ده، مش بعتنا خلاص كده خلص المهمة نحله بقى. تمام. اي الاعداد النسبية التالية يقع بين 1 و5 من 10 وواحد وستة من عشرة؟ بصي بس انا عايزه افهمك السؤال ده، اصل انا حليته قبل كده بس انا عندي تمام. غلطتين في الطريقه. طب يلا بس فهمني، يلا ايه الاعداد النسبية اللي بين 1 و5 من 10 وبين 1 و6؟ اول انا مش يا ممكن مية اصلا لو ما يا رضيتش، مش مازن. ممكن انا طب سيف فين؟ سيف يلا يا سيف، مش اعمل ايه؟ هتبقى واحد، هتبقى 1 و1 و5 على المية. ليه جبناها لو منين احنا بقى؟ عشان لو احنا حطينا 0 رقم 5 ناحية اليمين والستة برضه 0 ناحية اليمين، فهنلاقي بقى ان في 10 نقاط متفاعلة عن بعضها. برافو عليك. تمام يا ولاد. انا ده كنت حل غلط، كنت تمام يا حل ولاد. 1. لا انا بشوف ان في هنا 1 و5 وهنا 1 و6. يا مس ده الخمسة وراها الستة على طول، الخمسة وراها ستة على طول، انا اعمل ايه في الو، الوقعة دي؟ لا مفيش وقعة ولا حاجة، هزود هنا صفر وازود هنا صفر، بس بقت وانت لو خمسة. مش اهو يا مس. مسافر لما كنا تبقى 1 و1 و4، الو 1 و4 من 10. نعم. يا دين ام المفروض الله. ايوه يا محمد، بس العدد بيقع بينهم قلبي ده الواحد واربعة من عشرة، ده قبل الواحد وخمسة. ثواني، اللي بيقول 1 و4 من 10 ده جه قبل الواحد وخمسة، فهيقع بينهم ازاي؟ بس هو انا تمام. ممكن اقول لحضرتك على حاجه، انا حليتها صح انا دان، لان انا فكرت وقلت هو يا مس ازاي ال1 و5 وراها ال1 و6، فما فيش بينهم حاجه اصلا بتقع. بس احنا لو زودنا صفار هتكون في اعداد. طبعا. الو مس، ايوه يا مس انا من الاول بقول لك بقى يا مس، باء 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 باء، وما فيش حد سمعني لا والله ما سمعتك، معلش. والله طب العظيم، قول كنت يلا. عمالة اجاوب بقول لك بقى يا مس.
انت مين؟ مازن. مازن يا مازن. حل يا مازن المعكوس الجمعي للعدد سالب 3 على 4. هو 3 على 4. شكرا. محمد يا علي، أصغر عدد صحيح موجب هو الواحد. مثال عمر حاجة ده بقى، أنا ده بقى أصلا كان ده عمر وعمار. إذا كان 3 يساوي، فإن قيمة إكس 3 أو سالب 3. بالرغم منك ما حضرتش معانا بس برافو عليك. العدد الصحيح التالي مباشرة العدد للعدد 9 سالب هو انا هعمل كده خط الاعداد، قلت هنا 0، هنا -1، -2، -3، -4، -5، -6، -7، خمسة -8، سبعة. ودي -9. بعديها هيجي -10 اهي. التالي اللي بعد 9 على طول سالب 10 يعني. العدد التالي اللي بعديه ولا اللي قبليه؟ التالي يعني اللي بعديه، اللي بعد 9 وطالما التالي سالب يبقى اللي أكبر منه 8 يبقى مين؟ سوري، 8 السالب سوري، 8 ولا السالب 9؟ سالب 8. شكرا. صح يا مس؟ أنا فاضل مين إجابتي صح كده؟ يا مس. فاضل مين لسه ما جاوبش؟ متهيألي كلنا كده. مين سعيد أيوة مهدي؟ ده مازن يا مس. مازن. يلا يا سلمى ابدأي بقى. تمام. العدد سالب 2.3 في صورة ايه غير في صورة كسر يعني عايز هيكون بسط سالب، ومقام. يبقى هيكون سالب 23/10. مس عرفتوا يا ولاد جت منين؟ الإجابة صح؟ ايوه أيوة صح. للي مش فاهمها، هي -2 و3 على 10 اهي، ما هي 3 من 10 يعني 3 على 10. ثبت المقام، انزل ضرب، اطلع جمع، الـ2 في 10 بـ20 وتلاتة 23 وحط السالب. تمام. تمام. بصوا السؤال رقم 11 كان ايه؟ ده ايه؟ السؤال رقم 11 بص هفهمها لك بسرعة. انا هلغي السالب، انت مش بتكلمني على سالب 9؟ انا هعمل لا نفسي مش شايف. بص انا مش شايف السالب، ايه التالي للـ9؟ هتقولي الـ10 صح؟ أيوة. لو بالسالب هعكس، مينفعش اخد الـ10، هقول له السالب 8. تمام. سلمى وراها ملك. يلا يا ملك، مجموعة الأعداد الصحيحة إيه ومجموعة الأعداد الطبيعية؟ أنا هشتغل تنتمي ولا جزئية؟ نعم، مجموعة الأعداد مجموعة الأعداد الصحيحة الصحيحة مجموعة جزئية. يعني الصحيحة جزء من الطبيعية؟ لا بقول نصور يعني جزئية. طيب الصحيحة جزء من الطبيعية لا ولا الطبيعية هي اللي جزء منها؟ طبيعي. الطبيعية هي اللي جزء منها، يبقى أنا هقول له ليست جزئية. يلا هنا المعكوس الجمعي للعدد 0 يا دان. ايوه مع حضرتك. المعكوس
ماشي، دقيقة واحدة. المعكوس الجمعي للعدد صفر. هو صفر. هو الصفر، الصفر معكوس نفسه. الصفر معكوس ايه؟ نفسه. لأنه لا موجب ولا سالب. صحيح. يلا يا بيسان، العدد 1 و48 جزء من ما ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية، اللي هي مس كل الأعداد الصحيحة النسبية، كل الأعداد العشرية نسبية، كل الأعداد الكسرية نسبية، الأعداد الموجبة والسالبة نسبية، كل الأعداد أصلا نسبية. في الإعدادي بقى السنة الجاية هنعرف يعني إيه الأعداد الغير نسبية. يلا يا همس. طب هما في سنة أولى إعدادي أخدوها اها وده منهج الجديد. يعني تقول ايه؟ هما في سنة أولى إعدادي أخدوها ولا ده منهج جديد؟ سنة أولى إعدادي الجاي. هي كانت معانا في سنة أولى إعدادي المنهج القديم. اه يبقى أكيد كل سنة لازم يتغير المنهج. لا بس بيجيب لك قديم على جديد على مش عارفة إيه، سلطة تمر هند. اه يعني مش تمر هندي وصلت. ماشيين حالهم، لا شوية من انا هنا مش اصلا شوية من هنا، فاهم هندي شوية ساعات منهج طعمه قطري زي ايه. حبة مصري قديم، هيدخلوا لك شوية شوية كده السعودي، فأنت فاهم؟ هما مش عارفين بيعملوا ايه. اه يعني مش فاهم. خلينا في اللي احنا فيه. تعرف اصلا التمر الهندي طعمه زي ايه؟ طعمه ايه زي الكوكاكولا من غير صودا. صح. نعم يا مس، اجاوب سؤال رقم 16. يلا يا همس، رقم 16. هتبقى الخمسة هي الأرض. هطلع هنا هطلع هتبقى الخمسة تبقى بخمسة، خمسة. ودي هتطلع ب11، والسالب اللي بره خدتها معايا فبقت سالب 11. برافو عليكي كده. البنات خلصت صح؟ مس أنا لسه نعم. ما وصلتش. ايه يلا يا مازن. يلا يا مازن. بعد جميع الأعداد التالية أكبر أكبر من سالب خمسة مع عدد، يعني إيه اللي أقل من سالب خمسة؟ ستة سالب. سالب ستة. تمام. ينفع أجاوب يلا اللي بعدها محمد يا برضو؟ علي. محمد أنا علي. جميع الأعداد التالية أكبر من سالب لا خمسة لا لا، مع عدد. اللي بعديه رقم 18. العدد صفر وتلاتة من عشرة في صورة ايه؟ يبقى تلاتة على عشرة. اللي وراه. يلا يا سيف. ماشي. العدد 2 سالب بقى على اليمين مع سالب على 2. خط القعدة. 1 سالب. سالب 2 على يمين سالب 1. ده سالب لا ده 2 على شمال الشمال سالب ده 1، لكن 3. على يمين سالب 3. 3 عارف ازاي؟ عشان ادي خط الاعداد. انا مش بتلخبط بين ده وده. ما بفهمش بص، من ده سالب لده. 1 اي سالب 2 هتبقى دي سالب 3. انت عايز ده على اه يمين مين؟ على يمين مين؟ على يمين السالب 3. تمام. تمام. يلا يا عمر. حركة عمران مصر. الطائرة حركة الطائرة على ارتفاع 400 متر فوق سطح البحر، فإن العدد الذي يعبر عن ذلك هو 400. برافو. يلا أخوك. آخر سؤال صح؟ لا لحظة بس. بين أي عددين صحيحين يوجد إيه من الأعداد النسبية؟ عددين صحيحين، عدد لا نهائي. عدد لا نهائي. برافو عليك. مين أحمد أشرف الشابوري؟
الشبراوي يعني، بس مش هي مكتوبة الشبور شابور. صح، مش الشبراوي. انا اسمي احمد، مين؟ انا اسمي احمد. مازن؟ احمد اسمي احمد. أحمد. طب يلا يا أحمد، رقم 22 يا أحمد، إيه رقم العددين 22. المتعاكسين؟ واحد على خمسة نص عددين. سالب واحد على خمسة. برافو عليك. يلا يا لومة، يلا يا سلمى، رقم 23. طيب أرتب القائمة التالية حسب المطلوب تصاعدي. لو سؤال كبير يكون سالب 20، سالب 17، سالب 14، سالب 7، 5، 15. يبقى 1 2 3 4 5، ودي 6. تمام. يلا يا ملك. أكتب العشر سالب راتب تنازلي يعني من الكبير للصغير. ايش ديت الأول هطلع ال10 ماشي وابدأ بيها. خلاص اهي وبعدين التسعة ماشي. وبعدين سبعة ماشي. لا، بعدين الخمسة الأول، الخمسة دي الأول، وبعدين دي هتطلع لي بخمسة وأحط معاها السالب، آخر فاخد حاجة الصفر قبليها وبعدين السالب، القيمة المطلقة للسالب 5. تمام تمام كده. حدد على خط الأعداد دي بقى، اسمعوني أنا بسرعة، عايزين نحدد الثلاثة على الأربعة. وصلنا للواحد ولا لسه؟ وصلنا للواحد ولا لسه لسه؟ لسه. يبقى بقى بين الصفر لسه والواحد، أدي الصفر وأدي الواحد، مقامي 4، همشي 3 شرط والرابعة عند العدد الصحيح. تمام؟ تمام. همشي 3 شرط والرابعة عند الواحد الإيه؟ عند الواحد الصحيح. فدي هتبقى ربع، ودي 2 على 4، ودي 3 على 4، واللي عند الواحد الصحيح بقت 4 على 4. انت عايز 3 على 4، اعمل له كده. تمام. 2.25. ما هي 25% دي انا عارفة ان هي ربع، يبقى انا همثل له ال2 وربع، صح؟ 2 وربع يعني انا عديت ال2، يبقى انا هنا وصفر وهنا 1 وهنا 2 وهنا 3، يبقى انا عديت ال2. ابص على المقام 4، من بعد ال2 همشي 3 شرط والرابعة عند الواحد الصحيح، فدي الربع، اقول له دي 2 وربع. تمام. تمام. ازمة الولاد كلها خط الاعداد، سايب 3 على 5، ما جبتش الواحد، بس انا هبقى في ناحية السوالب، هنا الصفر وهنا الواحد، مقامي 5 يعني همشي 5 شرط، ادي 4 والخمسة عند الواحد الصحيح، يبقى دي 1 على 5، دي 2 على 5، اقول له اهي اتسالب 3 على 5. تمام. بس هو الامتحان الجاي ده، قصدي حضرتك امتحان الشهر كده، تمام على الوحدتين سالب هم. 6 و9 على 10. ايوه ان شاء الله امثلها انا في ناحية السوالب، فانا هنا مثلا هقول سالب 5 وكده سالب 6. كده سالب 6 وادي سالب 7. تمام. انا مقامي فيه 10 يعني همشي من بعد ال6 10 شرط 9،
3 4 5 6 7 8 9 وال10 عند العدد الصحيح. وادي التسعة على 10، اقول له دي السالب 6 و9 على 10. تمام. تمام تمام يلا 25 هطلع دي من القيمة المطلقة ب 12، هطلع دي ب 8 ومعايا سالب هاخدها، هطلع دي بالموجب 7 و2 على 3. تمام. تمام اجهزوا تمام الاختبار بتاع الشهر ان شاء الله، هيكون الاسبوع الجاي. تمام. لسه هصحح حضرتك انا هنزل الامتحان. هصحح وهنزل الدرجات معاكم في الجروب، طبعا كل واحد يعرف درجته. وموفقين يا شباب، تمام يلا السلام عليكم. اعملي وعليكم ستوب الاول السلام. للريكورد. السلام يا مس، سلمى باي باي.